اكتر المحافظات تاثرا النهارده كانت ايه يا دكتور؟ طبعا محافظات شمال الصعيد كان معنيه بالنصيب الاكبر من سقوط الامطار. شمال الصعيد يعني ايه؟ بني سويف؟ بني سويف والفيوم والمنيا بالترتيب كده، بترتيب غزاره الامطار، ثم طبعا محافظات خليج السويس زي الزعفرانه، ثم مناطق من شمال سيناء ومحافظات الوجه البحري، هي في المعنيه الاكثر بسقوط الامطار. اما طبعا اسكندريه فسرعه الامطار فيها كانت الخفيفه المتوسطه، المنخفض الجوي اللي كان متعمق في طبقات الجو العليا كان بتركيزه الاكثر في طبقات الجو العليا على المناطق احنا قلنا خاصه لحد السيول فيه، اللي هي كانت محافظات شمال الصعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، ايضا زعفرانه ومناطق من خليج السويس ومحافظات سيناء او محافظه شمال سيناء تحديدا. طبعا هي دي فعلا كان متعمق فيها بشكل اكبر الخدود او المنخفض الجوي اللي كان موجود في طبقات الجو العليا. لكن نقدر نقول هو الجو بيتغير، يعني احنا بصراحه يمكن ده من اكتر يعني اكتر شتويه زي ما بنقول كانت بارده وكانت ممطره وكان فيها عواصف، احنا بنشهد تغيرات في المناخ. ما فيش شك يا فندم احنا بنشهد تغيرات مناخيه في كافه فصول العام. صحيح. سواء في الشتاء او في الصيف او في الربيع او في الخريف. لكن احنا برضو معتادين على ان حالات استقرار تحت في فصل الشتاء بتكون احيانا حالات عنيفه. حاله مصر مارس 2020 كانت قويه بشكل كبير برضو، ما طبعا كانت ازمات كبيره جدا في سقوط الامطار الغزيره خاصه كان على محافظه القاهره. انخفاض درجات الحراره اللي احنا شفناها في يناير، اقل درجه حراره سجلت القاهره في شهر يناير خلال هذا العام كانت 11 درجه مئويه خلال فترات النهار، لكن في شتاء عدى علينا كده خلال الكام سنه الاخير وصلت فيها درجه الحراره العظمى الى 8 درجات و9 درجات مئويه، ولكن استمراريه انخفاض درجات الحراره في شهر يناير هذا العام لاكثر من 15 يوم متتاليه هو ده اللي خلانا نحس ان الشتاء السنه دي اكثر عنفا من قبل كده. لكن حالات عدم الاستقرار الحمد لله حتى الان تحت السيطره، والاجواء بالتنسيق مع هيئه الارصاد الجويه من كافه المحافظات ادى بشكل كبير استعداد كامل لهذه المحافظات قبل حدوث حاله عدم الاستقرار بوقت كافي، وده اللي بتعمله الهيئه فعلا خلال هذه الفتره. بدانا نعمل غرفه ازمات وغرفه عمليات داخل هيئه الارصاد الجويه بيتنسق كل متينه بيبعت لها حاله عدم الاستقرار والتوقعات، واثناء الحاله بنبعت كميات الامطار المتوقعه والسحب هتدخل على المحافظه كمان ساعه كمان ساعتين، فعشان كده بيكون في تنسيق كامل واستعداد كامل من المحافظه وغرفه ازمات المحافظه، عشان كده الحمد لله الاجواء بتعدي بسلام والطرق بتكون امنه تماما باستقبال الناس في الشوارع والسفر. ولكن زي ما حضرتك ما ذكرت في البدايه مهم جدا في حالات عدم الاستقرار نعلق عمليات السفر، خصوصا لو ما فيش حاجه ضروريه تخلينا نسافر على الطرق السريعه، لان لا قدر الله الحوادث اللي بتحصل دي احنا في غنى عنها مثل هذه. صحيح. الحوادث بمجرد التوعيه ومتابعه النصايح اللي بنقولها دايما في حالات عدم الاستقرار. شكرا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر هيئه الارصاد الجويه.